ركب الليل مشى مشيت فيها اعتدال جبلك سزقمته تفرح ضيق الصدور من رياض العز دار المعالي والجلال وجهته لابو ذاك عبد الله زبون الكل فات الثقب وفي المدى تطيبه مع الناس مخضوب هو الربع عز ربعه فخر يوم القتال ضربة من على المعتدي سيف انفجر بمداح المطروخ لأنه كوف في كل حال اشهد انه في المهمات والواجب جسور مثل بسطن من فكر من السبال شفق تفتخر به كل رابعة ولا فيهم قصور هو البجاه من نوادر كانها بالريال لنا شخص في الجزائر وولا تظهر حط مثل أرقام ما للشبه فيها مجال من قال صليبه تباها بها بين الحضور هو الوعد أهل المجال همم الضفرة الشمال عدوان أيام ليال لتعدون الشهر هو المناصر أهل فهو لا فيها جدال يشهد التاريخ سجل وفاهم في السطور يا هجوس الشعر اللي ما عليها جزال والجزائر تكتب في طول الشبور ركب الليل مشى مشيت فيها اعتدال جبلك سزقمته تفرح ضيق الصدور من رياض العز دار المعالي والجلال وجهته ذاك عبد الله زبون الكل فات الثقب وفي المدى تطيبه مع الناس مخضوب هو الربع عز ربعه فخر يوم القتال ضربة من على المعتدي سيف انفجر بمداح المطروخ لأنه كوف في كل حال اشهد انه في المهمات والواجب جسور مثل بسطن من فكر من السبال تفتخر به كل رابعة ولا فيهم قصور هو البجاه من نوادر كانها بالريال لنا شخص في الجزائر ولا تظهر حط مثل أرقام ما للشبه فيها مجال من كان صليبه تباها بها بين الحضور هو الوعد أهل المجال همم الضفرة الشمال عدوان أيام ليال لتعدون الشهر والمناصر أهل واقفه ولا فيها